أهلا بكم مشاهدينا. تتصاعد الدعوات الشعبية ومن قبل القوى المجتمعية والسياسية والنقابية لفعاليات احتجاجية ضد اتفاقية الغاز والكهرباء، أو ما قالت الحكومة عنه بأنه إعلان للنوايا، إعلان نوايا تطبيع مع دولة العدو. في مقدمة تلك الفعاليات سوف تكون هناك فعالية دعا لها الملتقى الوطني لدعم المقاومة الجمعة المقبلة من أمام المسجد الحسيني رفضا لهذه الاتفاقية. ولكن قبل أن نتكلم عن هذه الفعالية دعونا نتابع عرضا سريعا يتناول أبرز هذه الفعاليات في كل المملكة. نعم، الآن سوف يعني نتحدث عن فعالية يوم الجمعة التي سوف تقام من أمام المسجد الحسيني رفضا للاتفاقية. ينضم لنا الأستاذ محمد البشير عضو الملتقى الوطني لدعم المقاومة. أستاذ محمد مساء الخير. مساء الخير، يعطيك العافية. أعلنتم عن دعوة للمشاركة في هذه الفعالية، ما هي رسالتها؟ رفض كل أنواع التطبيع وخاصة التطبيع الاقتصادي الذي يضع الأردن في موقف حرجا يمس استقلاله وسيادته ومستقبله وأمانه. هذا الذي حدث في الإمارات حدث لا يمكن السكوت عنه، وقد عبرت جماهير شعبنا بمختلف مواقعها سواء كانت جغرافيا أو على مواقع التواصل الاجتماعي أو من خلال صوت الأحرار في البرلمان وتوقيع أكثر من 76 نائب على رفض هذا الخطاب النوايا الذي فيه امتحان لشعبنا الذي وقف وقفات عديدة مع المقاومة ومع حق الشعب العربي الفلسطيني في استعادة سياسته وتحرير أرضه وعودة فلسطين إلى الحاضنة العربية. هذا الذي تقدم عليه الحكومة الأردنية هو تحدي لكل مشاعرنا وتحدي لكل رسائلنا التي خرجت من كل موقع من مواقع الأردن وعبرت عنه كل فئات مجتمعنا أن لا قبول لهذا الكيان في وطننا. وبالتالي فإن أي إجراء تتخذه الحكومة هو خارج موافقة شعبنا وأمتنا العربية على مساحة الوطن العربي. أيضا نحن نقول للحكومة الأردنية تراجعي، فأنت أقدمت على استقطاب وتأهيل 6 شركات من أجل تحلية المياه في البحر الأحمر في العقبة. ماذا تعني هذه الخطوة سوى رضوخا للأمريكان على وجه الخصوص وللقوى الداعمة لها أيضا والمتحالفة وخاصة الدول العربية التي تتسابق في التطبيع على حساب دماء أهلنا وشعبنا، والإهانات التي تمارسها العصابات الصهيونية صباح مساء في مساجدنا وفي مؤسساتنا المقدسة وفي أرضنا وفي بيوتنا في فلسطين المحتلة. هل هذه هي الرسالة؟ هذا الرد على هذه العنجهية الصهيونية التي لم تجعل لهذه الكيانات بالوطن العربي مكانة، لم تحترم أي مشاعر عربية أو إسلامية لما يمكن أن يقال عنه حد أدنى من كرامة الإنسان. كرامة الإنسان في فلسطين تهان صباح مساء، ويأتي الأردن ليوقع خطاب نوايا. نحن نرفض هذا الخطاب، وأردنا من هذه المسيرة أن نقول كلمتنا باسم شعبنا الأردني وباسم أمتنا العربية التي تشكل عمقا حقيقيا لنا، وترفض من المحيط إلى الخليج أي مبادرة ذات صبغة سياسية أو صبغة اقتصادية على وجه الخصوص. نعم أستاذ محمد، وأنت المختص في الشأن الاقتصادي، هل من تبعات اقتصادية لهذا الربط، يعني ربط البلاد مع العدو، تبعات اقتصادية طبعاً سلبية؟ طبعاً. نعم. كيف أستطيع أن أنام بهدوء وأنام بطمأنينة
ومصدر مياهي عند الكيان الصهيوني. هل نسي الأردن أنه يعاني منذ توقيع ما تسمى باتفاقية السلام من تنكر هذا الكيان ببنود هذه الاتفاقية؟ هل الحكومة الأردنية رسميا وبالضغوط الأمريكية وبالمساعدات الأمريكية وبالقروض التي أغرقت فيها الأردن فمنظمة صندوق النقد الدولي والبنك الدولي كلها، هل ساعدت في أن يكون الكيان الصهيوني ملتزما بالحدود الدنيا من الاتفاقية ما تسمى بالسلام؟ لقد بين هذا العدو أنه عدو حقيقي للأردن، ويبحث بأي فرصة من الفرص ابتداء من مفكرين وانتهاء من سياسيين في أن الأردن هو وطن بديل وعلى طريق محو القضية الفلسطينية وإنهائها. لكن شعبنا بالمرصاد، شعبنا العربي في فلسطين، في الأردن، في كل مكان، في لبنان، في غزة، هذا الشعب الصامد الذي تحمل الكثير من الأشقاء قبل الأعداء، هؤلاء الذين صنعوا معجزة عندما أطلقوا صواريخهم من داخل الحصار على الكيان الصهيوني واستطاعوا أن يهددوا كينونته. نأتي اليوم لنرهن مستقبلنا الاقتصادي والمائي إلى الكيان الصهيوني؟ إنها لمهزلة، حقيقة إنها لمهزلة. نعم، الأستاذ محمد البشير، عضو الملتقى الوطني لدعم المقاومة، شكرا جزيلا لك. شكرا. إذن فعالية يوم الجمعة من أمام المسجد الحسيني رفضا لهذه